الشارع مجددا، إقفال طرقات احتجاجا على تفاقم الأوضاع المعيشية، وغضب مما وصلت إليه أوضاع الناس. مش نايم طول الليل لأنه لا عندي لا كهرباء ولا موتور، وابني إذا مات صار له شيء معاق، اللي ما عنده لا أكسجين مش عم يجي أكسجين لأنه موتور ما فيه وكهرباء ما فيه، هيدي حكيته براسك يا رئيس الجمهورية. لا بنزين، لا خبز، لا كهرباء، ولا شيء أبدا. حاسين إحنا نقتني، بنام على العتم، كل يوم بكي، ما بقى في أحمل أنا. اليوم نحن وهون في شباب عم بتقول مين بده خبز، عم يركضوا يجيبوا خبز يدبروا خبز لبعض، يعني اللي قاعد ببيته خسران، هون بالشارع احسن من بيتك. وسرعان ما يتحول الغضب باتجاه محطات الوقود. هكذا اجبرت المحطه على التوقف عن العمل مجددا بعدما اتهمها محتجون بمحاوله تعبئه سيارات اصحاب النفوذ حصرا. وفي الجهة المقابلة من المدينة تعثر في قطاعات أخرى، ومنها الأفران التي توقفت عن توفير الخبز بسبب انقطاع مادة المازوت. الأفران ما اشتغلت لأنه مادة المازوت مش موفرة بالسوق. بالسوق السوداء عم نفتش ما عم نلاقي كمان، عرفت كيف؟ هاي أزمة يعني عايشين فيها، ما بعرف. أزمة وسعت دائرة الاحتجاجات ودفعت المواطنين للنزول إلى الشارع في نقاط عدة في محاولة لإيصال الصوت إلى من يهمه الأمر. الشارع يتململ من الأزمات كجمر تحت الرماد، فيما السجالات السياسية تستعر والحلول التوافقية تبتعد، ويرى كثيرون أن حظوظ الانفجار الاجتماعي تزداد. علي رباح، العربي، بيروت.